يقول لك لا تجوز المقاطعة إلا بإذن ولي الأمر. ما دخل ولي الأمر بالمقاطعة؟ ما دخل ولي الأمر أن أشتري من من شئت و يعني أترك من شئت؟ وهذا إنما أمر غريب. يعني إخوة بينزلون ولاة الأمور منزلة الآلهة، وهذا مش أمر مشكل. أمر مشكل أن تنزل ولاة الأمور منزلة الآلهة. ولاة الأمور بشر مثلنا، لهم علينا حق ولنا عليهم حق، إن تنازعنا نحن وهم في شيء فنرد الأمر إلى الله والرسول. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. أما الطاعة المطلقة لولاة الأمور ليست من شأننا أبدا، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما الواجب علينا نحن وولاة الأمور؟ إذا اختلفنا ماذا نصنع؟ نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا نطالب بخروج على حكام، وفي ذات الوقت لا نطيعهم في المعصية أبدا. بارك الله فيك.